وصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يوم أمس إلى مملكة تايلاند الصديقة لترأس وفد مملكة البحرين ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في عمل مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي ACD الذي تستضيفه العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول الأعضاء. وقد كان في استقبال سموه في مطار بانكوك الدولي سعادة السيد وين ساو كريام ناغا نائب رئيس الوزراء في مملكة تايلاند وسعادة السفير عادل ساتر سفير مملكة البحرين لدى تايلاند وعدد من كبار المسؤولين التايلانديين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تصريح لدى وصوله أكد عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند في مختلف المجالات في ظل ما يربط بين البلدين من تفاهم وتنسيق واحترام ورغبة متبادلة في تطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ونوه سموه إلى أهمية مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الآسيوي الذي تستضيفه تايلاند في تحقيق مزيد من التقارب بين الدول الآسيوية وتعزيز قدراتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.